هي حبك لذاتك بدون خجل، والاهتمام بكل جزء فيكي، جمالي، جسدي، نفسي. أنت جسد معافى وسليم، لأن النساء النشيطات هم أقل عرضة للإصابة للمرض، فلا بد من أن تكون ممارسة الرياضة، تناول الأكل الصحي هو نمط حياة مستمر ليس لشهر أو اثنين. هي معرفتك لنفسك والوعي بأي متغيرات في جسدك. الفحص إجراء روتيني لكن ممكن ينقذ حياتك لأنك غالية. هي ثقتك بجمالك الخاص والمختلف وبدون مخاوف. سلمتي قلباً وجسداً وروحاً. سلمتي سلمتي وسلمت جميع النساء.